تنضم إلينا من الناصرة الأستاذة أريج حكروش الكاتبة الصحفية والخبيرة في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الساعة. إلى أي مدى قادر نتنياهو على التملص من هذه المسؤولية التي لطالما يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي أولا وكذلك الإعلام الغربي إزاء الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر؟ يعني اليوم رئيس الوزراء بلا شك بنيامين نتنياهو هو بورطة كبيرة وبأزمة كبيرة، وهذا ما يتحدث عنه أساسا آخر يومين الإعلام الإسرائيلي. يعني القناة 11 الإسرائيلية وهي التابعة لهيئة البث الإسرائيلية قالت بأن نتنياهو الآن أو إسرائيل بكتلتها الكاملة الآن في ورطة كبيرة، لأن الأمر لا يقتصر على المفقودين والأسرى الإسرائيليين وزيادة الضغوطات من قبل المعارضة وبعض أيضا الأعضاء في الائتلاف. أيضا هناك بعض المحللين العسكريين اليوم، مثلا عموس هرقيل في صحيفة هآرتس اليسارية، وأيضا رونان بيركمان في صحيفة دعوات أحرونوت الذي هو رئيس شعبة أو الشؤون الاستخباراتية في الصحيفة، قالوا بأن نتنياهو الآن يضلل الجمهور بالنسبة للمناورة العسكرية وماهية استمرار الحرب في غزة، وهذا يؤثر أيضا على كيفية إعادة المحتجزين والأسرى اليوم. هل نتنياهو اليوم قادر أو الكابينيت المصغر اليوم قادر على تحقيق الهدفين الأساسيين للحرب للوصول إلى الهدف الثالث؟ هذا يوجد به شك كبير اليوم حتى في الداخل الإسرائيلي. كما قلت مثلا عموس هرقيل قال أن هناك مؤشرات واقعية على أرض الواقع تقول أن الحرب بالمرحلة الجديدة أو بداية يناير المقبل سوف تدخل بمرحلة جديدة، تقول أنه ليس هناك مناورة عسكرية بل اقتحامات عسكرية كبيرة لا تقتصر فقط على 4 فرق عسكرية التي كانت أساسا في المناورة البرية، بل هناك أيضا فرق في القطاع التي هي مختارة من عدة مخب في الجيش الإسرائيلي لإتمام هذه العملية بشكل مقلص أكثر عما كان قبل. وهذا طبعا يدحض الخطاب الإسرائيلي الذي يقول أننا مستمرون في الحرب وسنحقق أهدافنا من الحرب. هناك تشكيك فعلي بهذه النقطة أيضا، يعني نقطة المحتجزين والأسرى الإسرائيليين لدى حماس. هل السؤال الأوحد اليوم في الداخل الإسرائيلي، وهذا يعني نلمسه في الإعلام الإسرائيلي، هل المناورات العسكرية أو الحملة العسكرية والضغط العسكري يمكن أن يجلب صفقة ما على أرض الواقع؟ يعني هناك حتى تشكيك بهذه النقطة، بل أن الصفقات والمفاوضات هي من يمكن أن تحصل أو بشكل أكبر طبعا تحصل إنجاز بإعادة الأسرى أو إعادة أكبر عدد من الأسرى. وهذا طبعا يعني نقاش كبير يعني ما بين حماس وبين إسرائيل اليوم، هل هناك صفقة فعليا على أرض الواقع؟ إلى ماذا سيتمخض عن المفاوضات؟ طبعا يعني هذا نقاش طويل، ولكن في الداخل الإسرائيلي هناك شك فعلي بأن نتنياهو لا يمكن بهذا الخطاب الإعلامي وبهذه الضغوطات والهجوم اليوم عليه، اليوم هو يخسر العديد من النقاط، حتى أن الاستطلاعات الأخيرة كما قلتم وأسلفتم أن الاستطلاعات الأخيرة الآن يعني تذهب لصالح جانس على نتنياهو. نتنياهو يخسر اليوم العديد من المقاعد في الكنيست. ودعينا نلفت في هذه النقطة أن الليكود وهو الحزب الحاكم بزعامة نتنياهو في الانتخابات الأخيرة حصل 31 مقعدا، حسب الاستطلاعات هناك 14 مقعدا منهم لشخص نتنياهو وليس للليكود. طيب أستاذة اليوم أريج، هذه التهديدات الأخيرة هو خسرها المقعد. هذه التهديدات لحكومة نتنياهو هل ستؤثر بأي شكل من الأشكال على عملياته العسكرية البرية في قطاع غزة وتحديدا في جنوب القطاع؟ هل يمكن أن تثنيه عن سير هذه العملية مع كم هذه الضغوطات وعاصفة الانتقادات الخاصة بأزمة المحتجزين؟ طبعا يعني في بداية المناورة البرية رأينا تصريحات من
نتنياهو وأيضا من جالانت الذين قالوا أن العملية ستأخذ منهم 9 أشهر وثلاثة أشهر لإعادة التمركز في قطاع غزة أي سنة. اليوم يتحدثون عن 2 شهر على الأكثر، وهذا طبعا من الضغوطات الأمريكية أولا والضغوطات الداخلية ثانيا، وهذا ما يشكك فيه حتى المحللين العسكريين اليوم في الإعلام الإسرائيلي، أنه هل في غضون 2 شهر سوف تتمكنون من تحقيق أهدافكم في الحرب؟ هذا يعني بمحل شك. أيضا يعني قال عموس هرقيل اليوم لفت إلى نقطة جوهرية جدا، ويقول أن اليوم لا نتحدث عن حرب كما تحدثنا عنها قبلا، وهذا يعني ما ذهب إليه اليمين المتطرف وما ذهب إليه حتى نتنياهو نفسه والكابينات المصغر. اليوم نحن نتحدث عن اقتحامات عسكرية مقلصة جدا في القطاع. هل وقال أيضا يعني رونان بيرغمان في يدعوت أحرونوت أنه حتى في هذه الاقتحامات العسكرية أكبر إنجاز يمكن أن يصلوا إليه هو محاصرة بعض المقرات التي يمكن أن تكون تابعة لمحمد الضيف أو يحيى السنوار في القطاع، وليس تحقيق كامل الأهداف التي قالوا عليها اليوم. لذلك هذا الشيء يمكن أن يتبين الآن في الشهر القادم، يمكن أن يتبين حتى بتغيير الخطاب العسكري الموجه للجمهور الإسرائيلي، لأنه اليوم لأول مرة المحللين العسكريين يشككون ويقولون أن هذا الخطاب المضلل منذ بداية المناورة العسكرية بدأ يفقد شعبية وتأثير حتى بالوعي. طيب أستاذ أريج، برغم كل ما تقولينه الآن بوجود هذه الضغوطات وأن هناك حديث بتقليص مدة هذه العملية العسكرية، لماذا دائما يخرب الجانب الإسرائيلي مرة على لسان رئيس الوزراء ومرة أخرى على لسان الجيش الإسرائيلي، وتحدثون بأن العملية البرية مستمرة ولن يكون هناك توقف لهذه العملية البرية خصوصا في هذه المرحلة، المرحلة الثالثة في جنوب قطاع غزة؟ يعني دعينا نقول أن ذلك مغازلة لليمين الإسرائيلي، لأن اليمين الإسرائيلي منذ أيام وهو يقول على لسان إيتمار بن غفير وأيضا على لسان بتسلائيل سموتريتش وعلى العديد حتى من أعضاء الليكود الذين هم من الحزب الحاكم التابع لنتنياهو، وهؤلاء يعني أعضاء الائتلاف، يعني شئنا أم أبينا هم من يشكلون الائتلاف اليوم في الحكومة الإسرائيلية، يقولون إذا لم تستمروا في الحرب ولن تستمروا في إحراز أكبر عدد من الإنجازات العسكرية بنظرهم سوف نسقط الحكومة، وهذا له يعني تأثير كبير جدا حتى على يوم بعد الحرب الإسرائيلية، وهذا يعني ملف شائك اليوم. السؤال الأول، ماذا سيكون عليه الوضع في الداخل الإسرائيلي وليس فقط في قطاع غزة أو الضفة الغربية، اليوم حتى في الداخل الإسرائيلي ماذا سيكون الوضع عليه ما بعد يوم من الحرب على غزة؟ أيضا يعني هناك أحاديث من الجانب الأمريكي، نحن نعلم أن الإدارة الأمريكية الحالية بزعامة الديمقراطيين وزعامة جو بايدن منذ الانتخابات الإسرائيلية وحصول الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف على المقاعد، هي كانت لا تأمن لهذه الحكومة وكانت ضد هذه الحكومة بالعديد من التصريحات والعديد من الخطوات. طيب أستاذ أريج، بين الضغط يعني الذي يمارس جو بايدن قال بصريح العبارة الضغط الذي يمارس من قبل حزب الليكود على هذه الحكومة، ومن ناحية أخرى الضغط الذي يقال بأنه يمارس أيضا من الولايات المتحدة حول سير هذه العملية البرية، إلى أي مدى قادر نتنياهو على تطويع كل هذه الضغوط وربما الوصول إلى حل وسط بين هؤلاء وهؤلاء؟ يعني اليوم بنيامين نتنياهو يلعب على آخر ورقة له في الحرب وهي المحتجزة. دعينا نقول أنه متى وضعت ورقة المحتجزين والأسرى الإسرائيليين ضمن أهداف الحرب؟ في 16 أكتوبر، أي بعد 9 أيام من اندلاع الحرب على غزة. وهذه الورقة جاءت يعني في خضم شعبي كبير جدا، هو لم يستطع تجاهل هذا الشيء. اليوم هذه الورقة هي الورقة الأخيرة لديه للعب في عدة خطوط، الخطوط أو الخطوط الخارجية وأيضا
يعني الخطوط الداخلية. اليوم اليمين الإسرائيلي هناك نقاش كبير جدا في خضم اليمين الإسرائيلي وفي خضم الليكود وأيضا في خضم الداخل الإسرائيلي بما يتعلق حتى بالمعارضة الإسرائيلية. نتنياهو اليوم يستطيع أن يلعب على آخر ورقة لاستمرار أكبر عدد ليكسب أكبر عدد من اليمين الإسرائيلي ولكسب الوقت أكثر، لأن الوقت صالح نتنياهو في طبيعة الحال، هو يريد الوقت اليوم. لماذا يريد الوقت؟ ليقدر أن يصنع لنفسه يعني العديد من الأعضاء الذين يمكن أن يساندوه يوما بعد الحرب. هو يعي جيدا أنه لن يبقى ثانية واحدة في الحكم ما بعد الحرب، ولكن يريد أن يخفف عن نفسه هذا الشيء وهذا الحمل. وهذا ما بات واضحا يعني أستاذ أريجا من خلال الحكم دون إنتاج. وهذا ما بات واضحا من خلال سياسته العسكرية المستمرة في قطاع غزة ومحاولة التنصل من هذه المساءلة فيما حدث يوم 7 أكتوبر. من الناصرة الأستاذة أريج حكروش الكاتبة الصحفية والخبيرة في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.